تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. فهذا اليوم الجميل، هذا يوم اليوم يوم الأربعاء الخامس من أبريل عام 2017، وهذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع قناتنا المتميزة دائما وأبدا، قناة نور دبي، وبالتعاون مع مركز نيوتريشن. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. زميلي محمود لا زال في الإجازة وإن شاء الله يرجع لنا يوم الأحد القادم. فنبدأ نهارنا، رح نبدأ نهارنا كل يوم بشكر. أول شيء اسمحوا لي أشكر الطاقم الموجود معاي، صبحكم الله بالخير. نمر محمد ومعاي عيسى سبيل. لازم أول شيء نشكر الطاقم لأن هم يبذلون جهود جبارة، أنتم ما تشوفونها خلف الكواليس، يعطيكم ألف عافية. طبعا مثل ما قلنا هذا برنامجكم، فما دام هذا برنامجكم لازم نقولكم أرقام التواصل، كيف تتواصلون معنا؟ على رقم الهاتف، شوفوا قنوات التواصل، أول شيء عن طريق الهاتف 600-55-1414 ورسالة نصية على 4006، وبعد موجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي DHA_Dubai. أكاونت نور دبي للأسف ما عندي الباسورد فما أقدر أسوي لوغ إن، فبس نور اليوم على أكاونت هيئة الصحة في دبي. شوفوا قنوات التواصل، عندكم أكثر من قناة للتواصل مع البرنامج، لأن مثل ما قلنا هذا برنامجكم. مثل ما قلنا أمس، خلينا نبتدي نهارنا دائما بشكر، فهالقنوات للتواصل عشان تعطونا ملاحظاتكم آراءكم، شكركم لأي شخص قدم لكم أي خدمة متميزة في أي منشأة صحية. أمس طبعا تابعنا سمعنا لما قلنا عن برنامج سلامة. برنامج سلامة هو الملف الطبي الإلكتروني. إحنا خلصنا خلاص من التأمين، التأمين الصحي خلصنا 1 أبريل، وإن شاء الله الكل يكون مأمن وما في حد عليه غرامات. الحين بننوه عن مشروع سلامة. تستعد هيئة الصحة في دبي لإطلاق مشروع سلامة، وهو السجل الطبي الإلكتروني الموحد للمرضى في جميع منشآت هيئة الصحة بدبي، وذلك في مرحلة أولى للتشغيل. المرحلة الأولى تشمل أي منشآت صحية: مستشفى راشد، مركز دبي للأمراض الجلدية، عيادات المطار، مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومركز البرشاء الصحي. ويهدف المشروع إلى توفير الوقت والجهد على المريض، وتسريع التواصل بين المريض والطبيب، وتسريع الإجراءات، إلى جانب توفير إمكانية الإطلاع على الملف الطبي من أي مكان وأي زمان، كذلك مساعدة الأطباء في اتخاذ قرارات طبية، وذلك طبعا كله في إطار جهود الهيئة المبذولة لتعزيز القدرات التنافسية لدبي في المجال الطبي ودعم توجهات حكومة دبي الذكية. طبعا إن شاء الله مشروع سلامة رح ينطلق يوم الجمعة تاريخ 7 أبريل في المنشآت الصحية ذكرناها: مركز البرشة، مستشفى راشد، عيادات المطار، مركز دبي للجلدية، ومركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. شو المطلوب منا كمتعاملين؟ مطلوب منا تكون معانا وثائقنا لما نسير هذه المنشآت الصحية. ما هي الوثائق المطلوبة؟ لازم يكون معانا الهوية الإماراتية، بطاقة صحية، وبطاقة التأمين إن توفرت. أيضا مطلوب منا كمتعاملين نتحلى بالصبر وطولة البال وتعاون شوي مع الكادر الموجود على الدوام لما ينطلق برنامج سلامة. طبعا هو برنامج جديد وعندنا كادر جميل تدرب لساعات طويلة، حضر من وقتهم الخاص في نهاية الأسبوع، من إجازاتهم، قطعوا إجازاتهم عشان يتدربون على برنامج سلامة لساعات طويلة، فهم مستعدين إن شاء الله. ولكن كأي نظام جديد ينطلق لأول مرة يجب أن يكون هناك نوع التوتر، بعض الخربطة البسيطة الممكن تستوي. فعشان نحصل على الخدمة المتميزة تعاون بيننا وبينكم، فتعاونوا مع الكادر الموجود في العيادة، طولون بالكم معهم، وإن شاء الله راح تكون نقدم لكم أفضل خدمة مع انطلاق برنامج سلامة. اتفقنا؟ يكون في تعاون، وإن شاء الله كل يوم بذكركم عن برنامج سلامة، و
أذكركم بعد عن الوثائق المطلوبة وضرورة التعاون مع الكادر للحصول على أفضل خدمة. إنزين، إحنا نروح لدراستنا مالت اليوم. يقول لكم التنوع الغذائي يحميك من الاكتئاب. يؤكد خبراء الصحة أن الاكتئاب أصبح أحد أكثر الأمراض انتشاراً وخطورة على صحة الإنسان. فما هي الأشياء التي قد تساعدنا على الوقاية منها؟ تشير الدراسات الطبية أن التنوع في النظام الغذائي من شأنه أن يقي من أعراض الاكتئاب. وأهم المواد التي يجب أن يحرص الإنسان على تناولها باستمرار، شو هي أهم المواد؟ أولاً اللحوم. تحتوي اللحوم على كميات وفيرة من البروتين والفيتامينات الضرورية لصحة الجهاز العصبي. ووفقاً للخبراء، فإن اللحوم الديك الرومي واللحوم البيضاء تعد أفضل أنواع اللحوم لاحتوائها على الأحماض الأمينية المفيدة كالتروبوتيفون الذي يؤثر على إنتاج السيروتونين الذي يعتبر هرمون السعادة. أيضاً قلنا اللحوم. رقم 2 الخضار والبقوليات. يؤكد الكثير من الأطباء أن أحد أهم أسباب الاكتئاب ونقص الفيتامينات في الجسم، من أهمها فيتامين B12 الذي يؤثر نقصه على الشبكات العصبية. لذا ينصح أخصائي الصحة بالإكثار من تناول الخضار والبقوليات لاحتوائها على كميات وفيرة من الفيتامينات. أيضا التوت والثمار البرية. التوت والثمار البرية كتوت العليق والعنب البري، والحين ترى موسم التوت، اللي عندهم توت في بيتهم أنصحكم فيه لأنه يقيكم من الإصابة بالاكتئاب، وهو يعتبر أهم الأطعمة الطبيعية محاربة الاكتئاب. وفي بعد أنتي أوكسيدنت أو مضادات الأكسدة التي أصلا تساعد في الحماية من الإصابة من السرطان. فهذه الثمار تحتوي على كمية كبيرة مضادات الأكسدة لصحة الجهاز العصبي. فأعتقد هالدراسة يتفوقتها بما أن هذا موسم التوت الحين ما شاء الله تلاقي الشير متروس توت. فالخير يا جماعة في الطبيعة، يعني رب العالمين خلانا في الطبيعة خيرات كثيرة، بس علينا نستغل هذه الخيرات الموجودة. فطبعا مثل ما قالت الدراسة أن التنوع في الأكل، أعتقد الدراسة مثل ما يقولون أن سبحان الله دائما كانوا يقولون الأكل نعمة. كيف الأكل نعمة؟ الأكل نعمة أن الناس، لاحظوا الناس اللي دائما فقط نباتيين او ما ينوعون في اكلهم وايد، انا احس ان ما فيهم نفس النشاط اللي فينا الناس اللي يحبون ينوعون في اكلهم. خصوصا يا جماعه نركز على الخضار والفاكهه كثيرا. احنا شعب شويه يهمل اهميه الخضار والفاكهه. احنا عندنا فاله في البيت كل يوم، كلنا عنده فاله في البيت، ولكن تلاقي قليل من الناس اللي يعتبرونها جزء أساسي من غذائنا اليومي كل يوم. فالفواكه تحتوي على الكثير من الفيتامينات. زائد شيء مهم جدا أن نحاول نأخذ الفواكه بالقشرة مالتها. طبعا هذه النصيحة سمعناها أكثر عن مرة من أكثر من طبيب، من أكثر من خبير تغذية، أن نأخذ الفاكهة بقشرها للاستفادة القصوى. إذا تبغى تأخذ مضادات الأكسدة، تبغى تأخذ الفيتامينات، تبغى تأخذ الألياف اللي فيها، وبالتالي تستفيد من هذه الفاكهة. أوكي، خلينا نروح نشوف منو عندنا على الإنستغرام. متابعنا الدائم أكتوبر كريستوفر يقول تأنيب الضمير هو الذي يشعرك أنك أسوأ إنسان على وجه الأرض، لكن تأكد ما دمت تشعر بذلك التأنيب فأنت من أطهر الناس قلوبا. يا سلام عليك، صح لسانك. فهو يقول يقصد الشوكولاتة. يقول إنه كاتب لنا في كومنت الإنستغرام شوكولاتة. والله أنتو الشوكولاتة، شكراً. انزين، اليوم رسالتنا الإيجابية، أعطيكم أنا رسالة إيجابية لليوم، شو رأيكم؟ أسمى موجودة ولا مو موجودة؟ أسمى غير موجودة اليوم. انزين، أعطيكم أنا رسالة إيجابية لليوم. شو رسالتنا الإيجابية؟ بقول لكم رسالة إيجابية. اليقين بالله يفتح لك كل باب. الحين الناس بتقول دكتورة أنا عارف هذا اليقين بالله وكنا مؤمنين بالله، صحيح، ولكن من تجربتي الشخصية في الحياة لاحظ إن إحنا كلنا مؤمنين بالله، طبعا كلنا مسلمين ومؤمنين بالله، ولكن اليقين، تعرفون قانون الجذب اللي قالوا لما تفكر بإيجابية فتجذب الطاقات الإيجابية، هم بنوا أصلا على اليقين بالله. هم اللي سووا هالدراسة بنوها على اليقين بالله، إن واحد لما يثق بالله إنه يكون عنده تفكير إيجابي، أنا أثق إن رب العالمين حقق لي أنا أبا، بالتالي يكون لي تفكير إيجابي، بالتالي أجذب الطاقات الإيجابية في العالم. فشي يستوي؟ أتمتع بصحة أفضل، أكون إنسان أسعد، أحمي نفسي من الاكتئاب وأسعد الناس اللي حواليني. ترى يا جماعة لما أنا أكون إنسان إيجابي وإنسان سعيد، مو ليس فقط أؤثر في نفسي ولكن أؤثر حتى في المحيط. وهذا دل عليه كثير من الدراسات، في دراسات وايد ذكرناها من قبل، اكتشفوا أن الناس اللي يسعدون الناس اللي حوالينهم بكلمة، بابتسامة، بعمل، بأي شيء، اكتشفوا هذه أكثر ناس صحة
عمروا أطول مدة وأقل ناس إصابة بالأمراض. فشوفوا يعني هم مجرد التفكير ترى. يا مستمعين الجميلين رح نطلع فاصل بس أقولهم بس آخر جملة. قوة العقل قوة ليس لها حدود، ممكن تأثر على صحتنا الجسدية كلها، وعشان ما يزعل علينا نمر رح نطلع على فاصل، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. طبعا مثل ما قلنا قبل الفاصل كنا نتكلم عن مشروع سلامة الذي سينطلق إن شاء الله يوم الجمعة 7 من إبريل لعام 2017، وذكرنا المنشآت اللي سينطلق فيها. فنرجع نقول لازم تجيبوا معاكم بطاقة الهوية، بطاقة الصحية، وبطاقة التأمين إذا توفرت. إنزين نروح لأسئلة الإنستغرام نشوف. مرحبا سارة الرازي، إن شاء الله أكون قلت الاسم عدل. كيف أحافظ على السكر؟ المحافظة على السكر طبعا كلام، يعني هذا سؤال كبير مثل ما نقول. المحافظة على السكر طبعا أول شيء بممارسة الرياضة على الأقل نص ساعة 5 أيام في الأسبوع، زائد الحفاظ على نظام غذائي صحي. شو يعني نظام غذائي صحي؟ تذكرون المبادرة اللي سوتها الصحة في دبي شهر بدون سكر، اللي هو الهدف منه تقليل نسبة السكر في المشروبات اللي احنا نتناولها في الشاي والقهوة وغيرها. زائد من المهم جدا نتذكر لما نتناول الفواكه، لما مثل ما كنت أقول قبل الفاصل عن أهمية الفواكه والخضار، في ناس تخلط في الفواكه، تاخذ عصير الفواكه تقول أنا أسهل لي أن أشرب العصير بدل ما أكل فاكهة، ولكن ترى العصير فيه كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية، لأن الموصى به يوميا حبتين من الفاكهة للشخص الواحد، حبتان بس. الكوب العصير يكون فيه ممكن 5-6 حبات من الفواكه، فالأفضل الأفضل ناخذ الفاكهة عشان نحدد كمية السكر اللي راح نشربه أو نستهلكه. إنزين الحين نيجي لي ضيفتنا في الاستوديو لفقرتنا الثانية من بعد الفاصل للحديث عن نظام حصانة. شو هذا النظام؟ ما معنى حصانة؟ حصانة شبكة مراقبة الصحة العامة. إن شاء الله بيكون معنا في الاستوديو الدكتورة عايشة الذيب، طبيب أخصائي طب المجتمع والصحة العامة في قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية. صبحت الله بالخير دكتور عايشة. لا صبح بالنور يا دكتور. نورتي الاستوديو. نور بودويش طبعا. حبيبتي. إنزين دكتور عايشة، طبعا أول شيء لازم نوضح للناس شو هو نظام حصانة. أكيد أكيد إن شاء الله. طبعا تزامنا مع خطة دبي الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم 2014، التي تضع قاطني دبي في مقدمة أولوياتها، ترتكز عليها 6 محاور طبعا. من أهمها أن تكون دبي موطن لأفراد مبدعين ملؤهم الفخر والسعادة. فتماشيا مع هذه الخطة تنفذ هيئة صحة دبي نظام الصحة العامة لمراقبة الأمراض المعدية وإدارتها، وهو ما يعرف بنظام حصانة. فهذا النظام هو واحد من المبادرات التحولية العديدة التي تسعى لتحقيق رؤية دبي بأن تكون أسعد مدينة على وجه الأرض. ممتاز. فنبذة تعريفية عن برنامج حصانة، نقول أنه نظام إلكتروني سيمكن العاملين في المجال الصحي وأصحاب القرار من مراقبة والحد من انتشار الأمراض المعدية، إضافة إلى متابعة التطعيمات الأساسية وإدارة حملات التطعيم بإمارة دبي. ممتاز. وكما أن هناك بعض الأهداف لهذا النظام هو إعداد قاعدة بيانات للمعلومات المتعلقة بالأمراض المزمنة، إعداد نظام يتوافق مع مبادرات المدينة الذكية متطلبات إكسبو 2020، توقع واستباق حدوث أي أمراض معدية حسب البيئة المحيطة للدولة، توفير الحماية المطلوبة وتحصين المواطنين والمقيمين ومواكبتهم في حياتهم من الولادة مرحلة الطفولة حتى سن البلوغ. ممتاز. وأيضا رفع مستوى الصحي للأفراد مما يساهم برفع نسبة السعادة في المجتمع. نأتي هناك أهم الشركاء معنا في نظام حصانة، وهم المدارس الخاصة في دبي، بلدية دبي، شرطة دبي، والمقدمين لهذا البرنامج بيكونوا طبعا هيئة صحة دبي، بمستشفيات الخاصة ومدينة دبي الطبية ووزارة الصحة. ممتاز. نبذة مختصرة. فهو عبارة عن نظام راح يراقب أو يكون فيه كل التحصينات أو التطعيمات اللي يحصل عليها الشخص خلال حياته. نظام حصانة الحين هو موجود ومفعل؟
مش مفعل إن شاء الله بيتم إطلاقه في شهر سبتمبر في العام الحالي إن شاء الله بإذن الله يعني. فحاليا ما هو النظام عشان واحد يخلي عنده مثل سجل بالتحصينات اللي هو خذاها حاليا احنا أعمال ورقية طبعا كلها بالأعمال الورقية فنحن ننتقل من ورقي إلى إلكتروني. كل شيء رح يكون إن شاء الله إلكتروني مع سلامة إلكتروني وحصان رح يكون ملف إلكتروني. ممكن تقولين دكتورة عائشة كيف تم تطوير النظام؟ يعني هل لقيتوا في دولة ثانية وطبقتوا؟ هل سويتوا بنش مارك مع دولة ثانية لقيتوا عندهم نفس النظام وإحنا يبنى عندنا؟ كيف جت فكرة حصانة؟ هو طبعا مقدم من شركة IBM العالمية اللي معروفة طبعا والنظام موجود حاليا ومطبق في كندا ومطبق في السعودية لديهم، فكانت جدا تجربة جميلة فحبينا هيئة الصحة قصدي يعني حبوا يبون البرنامج يطورونه ونطبقه بما يتناسب مع احتياجاتنا للخدمات الصحية اللي نقدمها نحن. ممتاز. ما هي مراحل تشغيل النظام؟ مراحل تشغيل النظام بتكون طبعا نحن أول شيء بدينا بالتقييم والتحليل اللي كان فيها جمع المعلومات اللازمة ثم تأتي مرحلة التصميم حسب المتطلبات المقترحة وتأتي مرحلة مراحل التشغيل اللي عقب لضمان استيفاء كافة الاحتياجات المطلوبة. ممتاز. ثم يأتي اختبار البرنامج بواسطة المستخدمين، التدريب والتأهيل. هاي التدريب والتأهيل بعدنا يعني ما وصلنا هالمرحلة، أما المراحل الأربعة اللي قبل طبعا خلصنا منهم كلهم تقريبا. باقي آخر مرحلة اللي هي التدريب والتأهيل اللي بتكون إن شاء الله على الأشهر الجاية قبل إطلاق البرنامج إن شاء الله. ممتاز. عندك أي أرقام كم عدد الطاقم سيتم تدريبه؟ يعني عدد الكادر كامل سيتم تدريبه على نظام حصانة أو عدد المستفيدين حتى من نظام حصانة؟ عدد المستفيدين تقريبا بيكون حوالي 10 ملايين فما فوق. ما شاء الله العدد كبير. إن شاء الله. إن شاء الله. ذكرتي إن النظام بيقدر يراقب ويحد من الأمراض المنتشرة أو المعدية، فكيف يعمل النظام على الحد من هالأمراض؟ الحد من الأمراض يعمل يمكن العاملين في مجال تخصص الأوبئة أن ينبه فرق الاستجابة المطلوبة في الوقت المناسب لمنع انتشار الأمراض المعدية والسيطرة عليها. مثلا عرفنا أن في مثلا مرض منتشر في مكان ما عن طريق النظام نلحق نعرف وين بالضبط، نحاول نسوي تقصي، نسوي حصر البيانات نجمعها. ممتاز. وبذلك نبعث لهم فرق الاستجابة بحيث أنهم يسوي مثل الحصر أنه ما ينتشر حق الناس الثانيين ويسمى الكنترول. ممتاز. ذكرتي في البداية في النبذة اللي ذكرتي عن البرنامج برنامج حصانة أنه بيكون في عدد من الإيجابيات، فممكن نقول غير أنه يحد من انتشار المرضى المعدي، شو الإيجابيات اللي بتكون مع انطلاق برنامج حصانة؟ في طبعا من ابرز الايجابيات بتكون للطاقم الطبي طبعا مثل ما تعرفين دكتوره نادي في المجال الطبي نحن اول شيء نشوف شيء يفيدنا صحيح فيتيح للطاقم الطبي امكانيه الوصول ملف الالكتروني مثلا للطفل ومشاهده التحصينات السابقه وبيانات الحساسيه المسجله. ممتاز. ويعمل على زياده قدره الكادر الطبي ايضا التنبؤ بالتحصينات القادمه، يعني يخبرنا التحصينات الجايه متى بتكون وكيف الاعمال بتكون. ممتاز. ويوفر لجميع العاملين في النظام الصحي صناع القرار بالمعلومات الدقيقه في مجال الامراض المعديه والاوبئه عبر مؤشرات قياس الاداء واضحه ودقيقه التي تمكنها من توفير الرعاية الصحية اللازمة. ممتاز. كما أنه يمكن العاملين في مجال تقصي الأوبئة مثل ما ذكرت قبل شوية أنه ينبه الفرق الاستجابة المطلوبة فيمنع انتشار الأمراض المعدية. ممتاز. نشوف إذا في أسئلة على الإنستغرام. شو الأسئلة اللي جتنا؟ دكتورة اختصاص شو اختصاصي طب عائلة؟ دكتورة عائشة ذيب اختصاص طب المجتمع والصحة العامة ونتكلم اليوم عن برنامج حصانة. كيف أحافظ على وزني بسن المراهقة بالرياضة والأكل الصحي والابتعاد عن الأكل السريع. يا دور عن الكلمة يا يقول جنك فود قلت شو الكلمة الأكل السريع. إنزين يسألون يقول كيف نتخلص من دهون في الجسم، دهون الجسم كيف نتخلص منها؟ طبعا اهم شيء بالرياضه، رياضه والاكل الصحي، لان الدهون موجوده يا جماعه بشكل طبيعي ترى في الجسم. في ناس عندهم فكره خاطئه ان الدهون احنا فقط نستهلكها من الخارج، ولكن في اجسامنا في مخزونات من الدهون. فاحنا الفكره لما نمارس نقول اكل صحي نقلل الدهون اللي تدخل في جسمنا، بالتالي الجسم يقدر يستعمل الدهون المخزنه في الجسم. صباحكم الله بالخير. هلا اختي كمالي صبحت الله بالنور. تسألنا ريماني عمليات البوتوكس هل هي مفيدة يعني تنفع ولا لا؟ تسألني أنا؟ تسألنا أنا وإنتي. والله عمليات البوتوكس
تنفع يعني، هي لها هي ما تنفع كل حد يعني، ما تنفع كل حد ومو دائمة يعني، هي مو بعملية، هي عبارة يمكن قصدها بوتوكس المعدة، يمكن بوتوكس المعدة ما دام قالت عملية احتمال قصدك بوتوكس المعدة، إذا بوتوكس المعدة ما عليها دراسات كافية للأسف، ولكن حقا البوتوكس تنفع لبعض الناس حسب الحالات طبعا، يبغى رأي خبير جلدية. عندي طفل مناعته ضعيفة، شو أقدر أسوي له في البيت؟ إذا الطفل عندك مناعته ضعيفة، طبعا الطفل يكون مناعته ضعيفة في وايد أسباب، إذا كان طفل مولود قبل وقته، إذا كان أكله مو صحي، إذا كان عنده فقر في الدم، إذا كان عنده أنيميا، أنيميا الفول، في عدد من الأسباب. فإذا أنت ما عرفت يعني الطبيب الأفضل تبدين الطبيب، هاتي العيادة عادي، هاتي عندنا في الفرشة نشوفه نفحصه ونطلب بعض التحاليل. إنزين دكتورة عايشة، شو تعطينا شيء زيادة عن نظام حصانة، معلومة زيادة عن نظام حصانة؟ معلومة زيادة أن مع النظام الأساسي اللي هو العمومي العود اللي بيغطي تقريبا هذه الزوار اللي قلت لك 10 ملايين وفوق، نحن طورنا أبليكيشن اللي هو بيتخصص فقط في تطعيمات المدارس. نحن حاليا مثل ما تعرفين دكتورة ندى نصير نطعم الطلبة في المدارس، بعض المدارس اللي متعاقدة ويانا نقدم لهم هاي الخدمة. فحاليا طبعا مثل ما قلت لك كل شيء ورقي، فطورنا الابليكيشن بحيث انه يجعل كل هذه الاشياء الورقيه تتحول على مثلا الايباد، فكل العمل الورقي بيتسهل وبيسوي عن طريق الابليكيشن هذا وننفذه ونحن ياسين في المكاتب قبل لا نتحرك للمدرسه ونقدم التطعيم. ممتاز. فهذا شو بيسوي؟ بيقلل الوقت إلى النصف تقريبا، مثل ما سوينا يعني جربنا يعني مرة من المرات فحسينا الوقت نقص نص الوقت تقريبا، وبعد تحسين جودة المعلومات يعني سهولة الوصول المعلومات اللي تبينها، مثلا تبين ملف أي طالب على طول أونلاين تدخلين على الدخلي مثلا رقم الهوية اسم الطالب، ها ممتاز، على طول تحصلين ملفها الموجود. ممتاز ممتاز. وعشان نطمن الجمهور بس هاي المعلومات اللي بتكون متوفرة أونلاين بتكون بس حق الطاقم الطبي فقط اللي عندهم مثلا هالبرنامج، يا بهيئة الصحة الدبي أو المدارس الخاصة السسترات اللي في المدارس الدكاترة، يعني حد غيرهم ما له أي أكسس حق البرنامج هذا. ممتاز. دكتورة عايشة حابة تعطينا كلمة أخيرة في نهاية لقائنا الجميل معك اليوم؟ كلمة أخيرة عن التطعيم، ممكن أهمية التطعيم ولازم ما يطوفون التطعيم. هي التطعيم جدا مهم طبعا، المفروض ما أنا اللي فتني شيء في السوشيال ميديا قاموا ناس يتكلمون عن التطعيمات وأنه في واحد متخصص بالتطعيمات ويحث الناس أنه ما يطعمون عيالهم لأنه ما شي فايدة. صحيح صحيح. القبليين ما كان عندهم تطعيمات وما شاء الله عاشوا وعمر يعني. صحيح. فطبعا هذا كلام خاطئ، ويعني دائما نقول خذ المعلومة الصحيحة من الطبيب. الطبيب. صحيح. وكلمة أخيرة حبيت أشكر طبعا طاقم الاي بي ام كلهم اللي اشتغلوا معانا وساعدونا نطور هالبرنامج ونيب هالابليكيشن وارتقوا بجودة الخدمة اللي عندنا، طبعا الجهود الجبارة منهم طبعا من صحيح. هيئة الصحة أكيد. ومن زملائي في شعبة صحة المدارس. وأخيرا شكر موصول لك دكتورة ندى ولنور دبي على استضافتنا، والحمد لله شاركناكم بالموجود عندنا وادعوا لنا إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك دكتورة عايشة الذيب، أخصائي طب المجتمع والصحة العامة في قطاع الرعاية الصحية الأولية. إحنا تأخرنا على الفاصل، فاصل وراجعيكم إن شاء الله بعد الفاصل. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نواصل فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. طبعا في الفاصل الأول بعد الفاصل الثاني رديت ذكرناكم أن برنامج سلامة وهو الملف الطبي الإلكتروني إن شاء الله سوف يكون لايف أو سوف ينطلق يوم الجمعة إن شاء الله تاريخ 7 أبريل في المنشآت الصحية التالية، في مركز البرشة، مستشفى راشد، مركز الأمراض الجلدية، عيادات المطار، ومركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. ورجعنا ذكرنا المستمعين ضروري جدا جدا أنكم تجيبون معكم بطاقة الهوية وبطاقة الصحية وعندكم بطاقة تأمين إذا متوفرة، ولكن ضروري نجيب الأوراق الرسمية يا جماعة ابتداء من الجمعة، لأن برنامج سلامة الملف الطبي الإلكتروني الموحد سوف ينطلق يوم الجمعة. وأيضا نتمنى منكم جميعا التعاون عشان نصل بسلامة إلى بر الأمان، بما أنه نظام جديد ولدينا كادر طبي وإداري ممتاز مدرب على سلامة، هو في النهاية لفادتكم أنتم. مرحبا مرة ثانية، حياكم الله، ما علي فصلت عن اللايف شوية ورجعت لكم.
قوات الله. شكرا أخوي محمد. Pigeons Fly Lover صباح الخير. صباحك ورد. إتش كمالي متى بث مباشر إنستغرام عن نفصل فك الصدغي؟ أنت طلبتي منه من قبل صحيح. موجود من ضمن القائمة إن شاء الله. إحنا ناويين نسوي عليها حلقات. يعطيكم العافية. الله يعافيكم. إنزين كان مفروض يكون معانا ضيف في الاستوديو ولكن الضيف ضيف عن طريق الهاتف ولكن ضيف ما بيكون معانا اليوم فراح ما يرد الضيف مالنا. مو مشكلة راح أكون أنا معاكم والمستمعين. شو رأيكم نفتح مع بعض موضوع نتناقش فيه؟ نفتح موضوع فقر الدم أو الأنيميا بما أنه موضوع جدا شائع في الإمارات وفي دول الخليج بشكل عام. راح نتناقش فيه شوية وعطوني أسئلتكم عن طريق أرقام التواصل 600-551-414 رسالة نصية على 4006 وموجودة لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي DHA_Dubai. فحلقتنا الحين الفقرة الأخيرة راح تكون لكم راح نتكلم فيها عن مرض الأنيميا أو فقر الدم. طبعا مرض الفقر الدم أو الأنيميا كثير من الناس يعرفونه لما يكون نسبة الهيموغلوبين منخفضة في الدم. مثل ما قلت هو عبارة عن انخفاض في الهيموغلوبين في الدم فتطلع على الشخص أعراض فقر الدم أو أعراض الأنيميا. شو أنواع الأنيميا؟ أنيميا لها أنواع كثيرة ومتنوعة. في عندنا الأنيميا بسبب نقص الحديد، في أنيميا عندنا بسبب إصابة الثلاسيميا، في أنيميا عندنا تسمى الأنيميا المنجلية اللي هي تكسر في الدم، في عندنا أنيميا بسبب أنيميا الفول اللي ما يكون فيها إنزيم معين موجود اللي يساعد الجسم على هضم البقوليات أو الفول وبالتالي يصير تكسر في الدم. إنزين ما شاء الله. أول سؤال، كيف نحافظ على فقر الدم أو كيف أعتقد نمنع الإصابة بفقر الدم؟ طبعا فقر الدم إذا كان بسبب نقص الحديد هو الأكثر انتشارا. نقص الحديد يكون بسبب سوء التغذية. في عدة أسباب حق أو شيء لو عرفنا الأسباب بنعرف كيف العلاج لفقر الدم بسبب نقص الحديد. شو هي الأسباب؟ مهم جدا جدا أولا إذا كانت الأم الحامل عندها نقص حديد يجب معالجته عشان الطفل ما يطلع عنده نقص حديد. رقم اثنين مهم جدا، نقص الحديد مرتبط بالأكل. كيف مرتبط بالأكل؟ يعني يجب أن نحرص أن في غذائنا اليوم يكون في كمية كافية من الأكل الغني بالحديد مثل اللحوم مثل الفواكه غنية جدا 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 بالحديد. في عادات تساعد الجسم على امتصاص الحديد، مثلا أخذ فيتامين سي مع الوجبة يساعد على امتصاص الحديد، بالتالي لو أنا شربت عصير برتقال مع وجبتي أساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل. فحين عرفنا تقريبا الأسباب، زائد في أسباب منتشرة جدا عند النساء، النساء اللي عندهم اللي تكون الدورة الشهرية عندهم مش منتظمة أو عندهم نزيف، هذا كله ممكن يسوي فقر في الدم. كيف نقلل؟ أولا مهم جدا أفحص مرة في السنة إذا عندي نقص حديد ونقص هيموغلوبين. هذا الفحص بالذات اللي احنا ننصح فيه دائما، يعني نقص تحليل السكر تحليل الكوليسترول بالعادة ننصح فيه بعد عمر 18، ولكن فحص الدم والهيموغلوبين ننصح فيه حتى الأطفال الصغار والأمهات. دائما دائما ننصحهم على عمر السنة لما يودون طفلهم عند طبيب الأطفال في صحة الطفل في هناك فحص لفقر الدم يتسوى. في بعض الأمهات يقول لك إذا الفحص مو بإجباري ليش أعرض الطفل إنه يعني يخزونه بإبرة ويسحبون عنه دم؟ لا، هذا الفحص جدا 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 مهم لأن نسبة الإصابة بفقر الدم عندنا شوية مرتفعة خاصة في الأطفال، لأن طبعا الأطفال يكون عندهم أحيانا يكون عندهم سوء تغذية ما يأكلون أكل صحي، فمهم جدا جدا نسوي هالفحص. إحنا ككبار لازم أيضا نسوي الفحص، المراهقات ضروري جدا يسوون الفحص. هو فحص بسيط، نسحب منكم عينة دم نشوف إذا عندكم نقص حديد ونشوف عندكم إذا عندكم فقر في الدم أو نقص في الهيموغلوبين. فهذا أول شيء الفحص مهم. رقم اثنين بناء على نتيجة الفحص بتشوفون الطبيب يصف لكم الحديد. طبعا الحديد هناك أنواع، ممكن يكون عن طريق الحبوب ممكن يكون عن طريق الإبر. في ناس تشك دائما أن لو أخذت الحديد عن طريق الحبوب يسوي لهم نوع من أنواع الإمساك، هذا صحيح ولكن ليس كل أنواع الحديد. في أنواع الحديد لو أخذتها يكون مثل ما نقول خفيف على المعدة، ولكن مهم جدا أخذ الحديد بعد الأكل عشان لا نصاب بالإمساك. الحديد عن طريق الوريد ممتاز، نعطيه بالعادة للناس اللي حديدهم جدا 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 ضعيف، ممكن ينعطى في العيادة 3 مرات في الأسبوع لمدة أسبوعين ممكن ينعطى. في عندي سؤال، فقر الدم المنجلي. فقر الدم المنجلي هو عبارة عن اختلاف من اختلافات الهيموغلوبين. هيموغلوبين مالنا اسمه هيموغلوبين A، فقر الدم المنجلي يكون هيموغلوبين S.
أو من اسم سيكل سيل أو الأنية المنجلية، هو عبارة عن تكسر في الدم إذا نقص الأكسجين في الدم. أسبابه وايدة، أهم سبب طبعا أهم سبب الأنيمة المنجلية الوراثة تلعب عامل رئيسي في الأنيمة المنجلية. شو يعاني من المريض لما يصير عنده تكسر في الدم؟ أحيانا لما يصير لما يمرض، لما يكون عنده حرارة، لما تكون عنده بعض الضغوطات، يستوي تكسر في الدم في الأوعية، فيصاب المريض بآلام حادة في الأطراف، آلام حادة في العظام وفي العضلات. بالعادة أحيانا يتطلب أنه يتنوم في المستشفى، أحيانا يحتاج إلى نقل دم بشكل مستمر لأنه ينزل عنده مستوى الهيموغلوبين بسبب التكسرات الشديدة عنده في الدم. يستوي عندهم ارتفاع في الحديد، يعني هو صح اسمه فقر دم، ولكن بعض الناس اللي عندهم فقر دم منجلي ممكن يكون عندهم ارتفاع في الحديد لأن نسبة التكسر عندهم كثيرة، فالحديد في الكريات الدموية تنزل في الدم. إن شاء الله أكون جاوبت على سؤالك. السويدي، إذا الأم من أكلت الأندومي والكورن فليكس والشيبس يعني، والعيال من أكلت المنتجات البقالية، بقالية من البقالة، حلاوة الحلاوة والشيبس والعصائر وفاست فود، تعتقدون كيف شكل دمهم؟ طبعا هذا أكل أبدا أبدا مو بصحي، وما نقدر يعني. أنا عارف لما نقول حق الأمهات مفروض الطفل ما يأكل، يقولك تقول الدكتورة صعب أن أمنع الطفل أنه ما يأكل. طبعا يا أمهات يا جماعات، إحنا ما نقول نحرمهم 100%، هذا شيء غير منطقي. أنا طلبت من أم قلت لها لا يأكل أبدا لا تشيبس ولا كاكاو ولا يشرب عصائر ملونة، هذا طلب مستحيل لأن هذا الطفل وبيروح المدرسة ويشوف أصدقاء كلهم يأكلون، أنا كيف أقدر أمنعه؟ صح المنع 100% صعب يا جماعة، ولكن أستطيع أن أتحكم. يعني لذا ترى إذا منعته ممكن يصير يأخذ من مكان ثاني ويأخذ يستهلك أكثر، بينما أنا أقدر أتحكم. كيف أقدر أتحكم؟ أعطي للطفل شروط، أقول له إذا أكلت غداك كامل ممكن العصر أعطيك شيبس وعصير، أنا بعطيه أكافأة كنوع من أنواع المكافأة. ولكن إحنا وين مشكلتنا إحنا الأطباء لما الطفل يستبدل الوجبات بهالأكلات؟ هاي المشكلة الأساسية. في كثير من الأمهات يجون العيادة يشكون، يقولون دكتورة طفلي ما يتغدى ما ياكل، كل العبارة المشهورة الأمهات طفلي ما ياكل ولا شيء، كيف ما ياكل ولا شيء؟ بس ياكل شيبس وحلاوة، معناه إنه هو قاعد ياخذ حاجات الغذائية والسعرات الحرارية من الأكل غير الصحي، من شيء هو يكون شبعان، لأن الطفل يحتاج مثل الكبير يحتاج سعرات حرارية معينة، هالسعرات الحرارية يا إنه ياخذها من الأكل الصحي يا إنه ياخذها من الأكل غير الصحي. فلما أنا أخلي الطفل ياكل شيبس وكاكاو وحلاوة بياخذ سعرات الحرارية كلها، وهالأكلات فيها سعرات حرارية غنية، يعني ممكن ياكل لوح كاكاو وكيس شيبس ياخذ سعرات حرارية تكفيه عن وجبة الغداء كاملة، فطبيعي ما رح يتغدى. فدائما احنا صحتنا الأمهات ساعتان على الأقل على الأقل قبل الوجبة الرئيسية ممنوع فيها أي نوع من أنواع السناك، ممنوع الشوكولات والكاكاو حتى العصير. في أمهات تقول لا بس يشرب عصير، العصير غني بالسعرات الحرارية صح، تقول لك ما يملي بطنه لأنه هو عبارة عن سائل، ولكن يعطي سعرات حرارية تغنيه عن الوجبة. فلازم من الضروري أنه ساعتان قبل الأكل ما أعطي الطفل أي شيء ممكن أنه يعطي سعرات حرارية تغنيه عن الوجبة الرئيسية. شنو الأفضل، نسوي عملية ولا ناخذ دوام؟ نسوي عملية حق شو؟ يا سارة ما فهمت سؤالك حبيبتي. الله يقويك دكتور ندى، دكتور سلمان الله يخليك، شكرا. أنت متابع ما شاء الله، مثابر دائما معانا. انزين، فشو كنت اقول لكم؟ انا كنت اقول لكم عن هي تنظيم الوجبات للاطفال، طبعا هذا كله عشان نحمي الاطفال من الاصابه بالانيميا. فانا دائما نبدا بالاكل، يعني ما اقول ام على طول خذ اعطي ادويه، طبعا معركه الدواء مع الاطفال هذه معركه منفصله. نبدا بالشيء اللي انا اقدر اتحكم فيه الان، اقدر اتحكم باكل الطفل، انوع له في الاكل. اتوقع ان ما في طفل يكره اكل البيت كامل، ما في طفل. عندنا مكالمة أبو محمد. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا أبو محمد تفضل. أهلا وسهلا. الصراحة أنا عندي بنات سنتين بالغات فوق 22 سنة، نعم، مدمنات مشروبات غازية، بيبسي وكوكولا ومش عارف إيه، فطور غدا عشاء، إضافة إلى مدمنات على الشيبس والبفك والحاجات هذه. أرجوكم نصيحة لوجه الله، وإيش بيصير عندهن هذا؟ وشكرا. بناتك يسمعونا؟ ها؟ بناتك يسمعونا الحين يا أبو محمد؟
لا والله يا ريت تسمعوا كانت السيارة في الدوام رايح. إنزين يوم نحط الحلقة على اليوتيوب سمعهم الحلقة مالت اليوم. ماشي. أوكي محمد حياك الله، شكرا لاتصالك. أبو محمد زعلان والله، لا حق يزعل. بنقول لكم الحين المتابعين على الانستغرام المساكين ما يسمعون، أبو محمد متصل الشك يقول عنده بنتين عمرهم فعتقد قال فوق 20، المهم بالغات البنات، وأكلهم كلهم مشروبات غازية وتشيبس وكاكاو هالأشياء، فهو زعلان عليهم لأنه الظاهر أنهم يستبدلون الأكل الأكل الصحي بهالوجبات. طبعا يا بنات يا حلوين، احنا كلنا نبغى نكبر ونكون بنات جميلات وبصحة، نبغى نكون حتى أمهات صحيات، يعني إذا أنا لم أكن صحية كيف لي أن أحمل وأمر في الولادة وأني أربي أطفال أصحاء؟ فاقد الشيء لا يعطي، فضروري جدا. أدري هالأشياء مغرية، يعني أنا نفسي إذا رحت أنا الحين جمعية وشفت هالمغريات كلها، أنا كنت أنا معني طبيبة وأعرف إن فيها أصباغ وفيها أكل غير صحي وفيها دهون ثلاثية وممكن ترفع لي الكوليسترول وممكن تعطيني تسبب لي لا سمح الله في أنواع من أنواع الأورام في المستقبل، أنا غنية بالمواد الصناعية، أنا أعرف وأنا دارسة، ولكن يتم في إغراء، في إغراء. نحن بشر للأسف، للأسف قصدي نحن بشر في النهاية. قاعد يقولون لي ما نسمع للأسف، فقلت لكم المكالمة. فهناك مغريات صحيح، ولكن لازم أسوي موازنة بين الحاجات جسمي الحقيقية، في شيء اسمه حاجات حقيقية لجسمي وحاجات اختيارية. الأكل الصحي أنا يوميا بالنسبة لي حاجة أساسية، إن أنا لازم أكل ثلاث وجبات أساسية في اليوم، هذا شيء أساسي. ولكن الأشياء الثانية السناك، الشيبس والكاكاو والعصير، هاي سموها سناك أو وجبات خفيفة وليس بديل عن الوجبة الرئيسية. وأنا أتوقع لو واحد كل الأكل اللي يحبه أو حضر الأكل اللي يحبه على الوجبة الرئيسية بتقلل نسبة أنه هو يأكل أو يخربط بعد الأكل. ففي أمهات يشكون يقولون والله عيالنا ما يأكلون أي شيء يسوي في البيت، ما يعيبون طبخ البيت. مثل ما قلت أنا ما أتوقع في طفل يكره كل الأكل، لازم نوصل لمرحلة متوسطة نعرف شو هو يحبون بين اللي احنا نحبه وبينهم اللي يحبونه، عشان يكون نوصل أن كلنا ناكل نفس الأكل الصحي. ممكن صح في أكل وايد، يعني عيال هالزمن شوية صعبين، في أكلات وايدة ما يحبون يأكلونها، ولكن ممكن نحور في بعض الأكلات. مكالمة عندنا. بندى صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. هلا بندى، كيف الحال؟ خير الله يسلمك. منو؟ ندى ملة؟ ندى الملة بنتك. كيف الحال؟ خير الله يسلمك أبوي، تفضل. أقول طال عمرك تفضل. كان في هالزمان طالعين قواطم الفيتامين، اولا يشربون هذا قواطم الفيتامين، ثانيا ياكلون وجبات السريعه، صح عرفتي؟ اول كان زمان اول الام ترضع الياهل من صدرها، صح، يعني حوالي سنه، صح، الا 3 اشهر وقطعت الحليب على الياهل. يعني الحين كل شيء تغير طال عمرك، شوف الولد منتفخ وهذا، لكن بدون هذا بدون فائدة، طالمك ما عنده قوة. صحيح والله. مثل الأول أول كان الأم تعطيه حليب من صدرها طال عمرك. صدقك بندى والله صدقك، صح صح، تلاقيهم ما شاء الله مربين بس ما فيهم حيل. حتى المرض رأي الولد حين كل فترة وفترة مرض ودوا المستشفى السبب ليش؟ ما شارب حليب أمه. صدقك صدقك بندى، وهاي رسالة لتشجيع الرضاعة الطبيعية عند الأمهات. شكرا لك بندى، شكرا شكرا، استانس بسمع صوتك، شكرا لك شكرا. بندى متصل عشان الناس في الانستغرام اللي ما سمعونا، حرام سمعينا ومشاهدينا في الانستغرام. بندى زعلان يقول الحين قاعدين على الأكلات السريعة هذه، وقبل كان الياهل يرضع من أمه، يعني الحين الأمهات ما يرضعون عيالهم وايد حسب بندى، فيقول تلاقي الياهل منتفخ وما في حيل وكل يوم مريض. فعلا هذا نشوفه الحين، لاقي أطفال سمينين ولكن ما فيهم نشاط، يعني ما في حركة، يعني تحس كل يال تعبان ميهود بس يبيلس، حتى صف رياضة يبي طوفة. لو تعرفون كمية الأمهات اللي يجون العيادة، دكتورة هاتي يعطي حق ولدي عذر عشان ما يمارس الرياضة، أنا الأمهات أزعل منهم صراحة وأقول لهم تبين تعطين عذر حق ولدك من الرياضة اللي تيون عندي، لأن كيف أعطي؟ ليش؟ والله هو يتعب ما يقدر على يمارس الرياضة في الصف. ما هو الهدف من صف الرياضة في المدرسة يا أمهات إن الطفل يمارس نشاط رياضي، لأن متأكدة لما يردون البيت مع انشغال أمهات وصعب أحيانا التحكم في بعض الأطفال، يقعدون ما يبغون يتحركون قدام التلفزيون قدام الآيباد، إلا لو كنت أنت أم مسوي كنترول على الجهاز أجهزة اللوحية في البيت فأنا أهنيك صراحة. ولكن لا تشجعين الطفل إنه يعفى من صف الرياضة في المدرسة لأنه هو يقول أنا تعبان ما أقدر أركض. لا،
في طريقة أفضل من شيء. شو نقدر نسوي؟ بدل ما أبين للطفل أنه صح أنه يهمل صف الرياضة وبالتالي أنا أعطيه رسالة أن الرياضة غير مهمة، ترى إحنا الطفل يأخذ منها رسائل. لما أنا أقول، لما هو يقول لي ماما أنا ما أقدر أمارس رياضة، فأقول لي حق الدكتورة تعطيني ورقة إعفاء، وأنا أقول له إن شاء الله وأروح للدكتورة وأطلب، معناه أعطيه رسالة أن الرياضة فعلا مش مهمة. الحل الصحيح شو يا أمهات؟ أنا بقولكم أنت روحي للمدرسة قابلي مدرسة الرياضة، افهمي منها شو اللي يسوي خلال حصة الرياضة، قولي لها ولدي يتعب، شو الرياضة اللي تعطونها أو شو نوع نشاط الرياضة اللي تعطون حق الأطفال، أنا ولدي يتعب، كيف ممكن نوصل أنا وأنتي؟ ترى المدرسين متعاونين، المفروض إحنا نصير كأولياء أمور ونوصل للنقطة في النص بيننا وبينهم. مثلا ممكن بدل مارس مثلا ساعة تقسم لي إياه، تعطيه مثلا ربع ساعة عقب تخليه يرتاح 10 دقائق عقب يريد يتدرب مثلا ربع ساعة، ولكن لا يعفى من الصف الرياضي. الإعفاء من الرياضة يا أمهات يا جميلات لفئة معينة بسيطة فقط من الأطفال، ربو شديد عندهم، فقر دم شديد عندهم، ولكن الأطفال ما شاء الله الله يحفظهم يجون العيادة صحيين وحلوين وزينين وما فيهم شيء. حتى الربو، الطفل اللي عنده ربو في فكرة خاطئة، الأمهات يقولون دكتورة ولدي عنده ربو أعطيه إعفاء من الرياضة، الرياضة الربو ليس سبب لمنع الرياضة، الربو الشديد صحيح، الربو اللي مش منتظم أو مو قادر تتحكم فيه الأم أو الطفل نعم، ولكن إذا طفلك عنده ربو وعنده صف رياضة يمارس رياضة وحسيت إنه يتعب تعال العيادة نعطيك بخاخات أو طريقة بحيث إنه يقدر يمارس الرياضة في المدرسة، ولكن لا تخلوني يهمل الرياضة، ترى بتستوي عنده ثقافة، يعني حتى لما يكبر ما بيمارس رياضة لأنه يحس، يقول في المدرسة قالوا لي إعفاء مفروض ما أسوي لأن عندي ربو أو عندي أي مشكلة، فمعنى هذا حتى يوم أنا أكبر بحس الرياضة ليست مهمة. وإحنا بننمي جيل يحب الرياضة، لأن في عندنا جيلنا حاليا للأسف بعض الجيل الحالي، ما بقول كل عشان ما يكون في تعميم، بعض الأطفال من الجيل الحالي عندهم إن الرياضة مو شيء أساسي وإن ما عندهم وقت، مع أنهم صغار بس يقولك ما عندك تمارس رياضة قاعد على الأيباد. فمهمتنا إحنا كأولياء أمور إن إحنا نبينهم الرياضة مهمة ومارسوا معاهم. أنا ما أقول روحوا الجيم، ما أقول اشتروا جهاز، نمشي ودوا عيالكم الحديقة يا جماعة، الجو حلو يعني في الحين قام يدخل علينا الصيف، روحوا العيادة مع عيالكم وامشوا، البسوا تكرم وجود رياضة وامشوا مع عيالكم عشان يحس الطفل إن أمه أيضا وأبوه يشجعونه على هذا، وإن هو إن هذا شيء حلو وإن شيء زين إن أنا أكون أنا وأمي أو أنا وأبوي نمارس نشاط مع بعض. ترى الرياضة تقرب الأهل جدا، الرياضة تقرب علاقتك بعيالك جدا، لأن يعتبر one to one time، يعني أنا وولدي أكون بس أنا هو مثلا نتمشى وأنا وعيالي نتمشى مع بعض، فيستوي مثل تقارب، نتكلم مع الرياضة فأنا نتكلم خلال وقت ممارسة الرياضة فيستوي أقوي علاقتي مع عيالي، أنا أستوي صحية أكثر، عيالي صحيين أكثر، أحميهم من السمنة، أحميهم من أمراض السكر وأمراض القلب. إنزين الله يحفظ الجميع إن شاء الله، اللهم اشفي جميع أمة محمد آمين. سلام to everyone have a good day، هذا من جورجيا، شكرا، thank you very much. نقرأ لهم نقولهم إحنا نقولهم شكرا. بعد شو عندنا رسالة، صباحك الخير ازيكو رشود، الحمد لله زيك أنت يا رشود، شكرا لانضمامك لنا. إنزين فقلنا إحنا تكلمنا في البداية عن فقر الدم وقلنا لكم عن أهمية الرياضة وكيف ننظم الأكل الصحي لليهال وكيف ننظم إدخال الوجبات الخفيفة اللي يحبونها عيالنا ضمن نظامنا اليومي. إحنا ما نقول بنعم 100% لأن ما بيك مثل ما قلت يا أمهات إذا قدرتي هذا يعني أنا أهنيك إذا قدرت تمنعينهم 100% يعني يبالة جهد، مو مستحيل يبالة جهد، ولكن نقول عشان يكون نقطة تعامل بيننا وبينه في النص إن نعلمهم متى يأكلون هذه الوجبات بالإضافة للوجبات الرئيسية، نخليها مثل مكافآت للطفل اللي يحافظ على الأكل الصحي. أسعد الله صباحكم، شكرا. أنا كويس، أنتوا عاملين إيه رشود؟ الحمد لله. يعطيك العافية دكتورة أحمد سلامة، الله يعافيك، شكرا لك يا أحمد. شوف إذا عندنا بعد رسائل، ما في رسائل هني. أشكرك على المعلومات القيمة، شكرا. أوكي آخر سؤال، ليش يبيعون الأشياء الغير مفيدة؟ طبعا الأشياء المفيدة والغير مفيدة موجودة للجميع، يعني سواء حتى على مواقع التواصل الاجتماعي في الجمعيات في كل مكان، هو اختيار، احنا ما نقدر نقول لازم نخلي فقط الأشياء المفيدة ونمنع الأشياء الغير مفيدة،
يكون الاثنين موجودين، ولكن الخيار لي كيف أخذ من هذا وأخذ من هذا وأدمجه في نظام اليومي. وصلنا لنهاية لقائنا اليوم معاكم من برنامجكم برنامج صحة وسعادة. حابة أشكر الطاقة معاي عيسى سبيل، كان معانا شوية وطلع، إحنا رجع لنا مرة ثانية مخرجنا ونمر، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. طاقمي خلف الكنترول، هذه محدثتكم دكتورة ندى الملة، إن شاء الله نلتقيكم غدا يوم الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع، وأذكركم سلامة إن شاء الله سينطلق يوم الجمعة، وهذا برنامجكم صحة وسعادة بالتعاون مع مركز دكتور نيوتريشن. إلى أن نلقاكم غدا نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.